بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال جه هنا بيقول انا بقيت على قدر كويس من الموديلنج باستخدام الريفت، وعشان المشاريع مش متاحه كتير على النت، فبقيت على الموديل المعماري الاول بعدين ابدا اشتغل عليه خدمات اللي هي الام اي بي، وبالخاص الكهرباء اللي هو تخصصي. بس انا لسه جاي من الفيديو بتاعك على اليوتيوب وانا عايز ابقى بيم سبيشاليست، فعايز اعرف اركز على التخصص بتاعي اللي هو الام اي بي، ولا اكمل زي ما انا ان انا بشتغل مشروع من الصفر، ولا اعمل ايه؟ خصوصا ان انا ناوي اعمل بورتفوليو بالمشاريع اللي برفعها. ملحوظة، انا ما حاولتش اعمل اي حاجة في الجزء الخاص بالشيء لان عارف انه محتاج تخصص اكتر، وعارف ان كده بيكون الموديلنج بتاعي ناقص كتير. تمام. طيب، في تكملة الرسالة هنبقى نقراها بعد شوية، بس نقدر نقول ان في مشكلة دلوقتي، وهي بعيدة عن الرسالة ديت، ان في ناس كتيرة بتحاول تبقى هي مثلا مهندس معماري، يقول لك لا ده الشغل قليل في الجزء المعماري، لازم اشتغل انشائي. وواحد انشائي يقول لي ده انا لازم اشتغل كهرباء، واحد كهرباء يقول لي، وتلاقي ناس واخده ريفت معماري وريفت انشائي وريفت كهروميكانيكال، وعمال يدوس في الثلاثه، هو بيضع في نفسه في الحاجه اللي هو بيفهمها. يعني احنا لما كنا بنتكلم على العمل التطوعي، ومهم جدا جدا لازم في حياه كل واحد يكون عنده جزء تطوعي. تمام، قلنا كده في محاضره قبل كده للعمل التطوعي، احسن حاجه ان انت تدرس الحاجه اللي انت بتحبها، وتشتغل في الحاجه اللي انت درستها، وتتطوع في الحاجه اللي انت شغال فيها ودرستها، هتدي لنفسك قوه رهيبه جدا. تمام، ان انت لما بتتطوع مثلا وانت دكتور فعمال تعالج الناس، قيمتك في التطوع دوت الساعه دي بتساوي 2000 جنيه او 2000 ريال، يعني قيمه كبيره. عكس لما انت تتطوع في حاجه مش تخصصك، طبعا مثلا انت تشيل حاجه تعمل حاجه كويسه جدا، بس قيمتها لما تيجي تحولها لفلوس بتلاقيها قليله نسبيا عن حاجه تانية. يعني واحد مثلا مهندس لما يتطوع في ان هو يبني او يعمل تصميم لمستشفى خيريه او دور عباده او اي حاجه من الحاجات الخيريه، الساعه بتاعته دي مثلا ممكن تبقى ب1000 مثلا. انما لما هيتطوع مثلا مع الدكتور ومثلا يمسك دواء بيمسك ايد المريض وبياخد حقن، مش هتبقى مجزيه. تمام، فاحسن حاجه التخصص بتاعك، قوي نفسك في التخصص بتاعك. مفيش حاجه اسمها انا وصلت للطب في الحاجه دي، لا، بتلاقي في حاجات ناقصه وتطور نفسك وتاخد خبره، وفي مليون حاجه ممكن تعملها في التخصص بتاعك. مفيش عماره بتتبني بالانشائي بس، فانا مهندس معماري هقول لا ده لكل شغل الانشائي، هروح متعلم انشائي، ما لازم العماره فيها جزء معماري وجزء انشائي. يعني لازم بيبقى في كل حاجه في قلب العماره، ما فيش عماره بدخل بلاقي عمدان وكمرات وما فيش حيطان وما فيش ابواب وشبابيك. يعني ما انا ما شفتش حاجه زي كده، لو حد شاف يقول لي. تمام، فاحسن حاجه ان انا اركز على التخصص بتاعي. بس هو اللي بيحصل ان انا ممكن اكون شغال مشروع صغير مش في شركه، والراجل بيقول لي انا مش عايز اصرف على المشروع. يعني هو صح ان انا مثلا لو انا عامل شغل كهرباء بتفهم مع مهندس معماري، طب اعمل لي الحاجات البسيطه وظبطها لي عشان ابدا اشتغل. تمام، يعني الراجل طالب الكوردينيشن بس، فمش طالب مني الكرانيش، ولا طالب مني التفاصيل، ولا فارق معاه الباب اللي اتحط ده نوع ايه. هو المهم انه يكون في باب بمسافه قريبه من الحقيقه، انا عايز احل كرشيت. يعني لو مفيش باب ومفيش مشاكل في الكهروميكانيكال في المنطقه دي مش مشكله. تمام، فانا ممكن كواحد مثلا بيعمل كهروميكانيكال اتعلم الحاجات الاساسيه قوي 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 في المعماري، وممكن اتعلم الشيء الكاميرا اتحط ازاي طول في عرض، لا هدخل في الحسابات ولا حاجه خالص، انا ببص على اللوحه واعملها. تمام، ده لو انا شغال لوحدي، مش شغال في شركه. الشركه لازم في تيم، واحد معماري واحد انشائي واحد كهروميكانيكال، بيبداوا يتعاونوا مع بعض، وكل واحد شغال في تخصصه بيفهم قوي قوي في تخصصه، ملوش دعوه بالحاجات التانيه خالص. تمام، ده كده هيخلي في ميزه ليك، ميزه ان انا عارف مثلا ان الراجل ده لما بكلمه في المعماري بيتكلم صح، والراجل دارس وقاري ومتخصص. انما لما اروح مع واحد يعرف شويه في كانه داخل على الفيسبوك، عارف شويه معلومات من هنا وشويه معلومات من هنا وكلمتين من هنا وكلمتين على هنا، بس مش اقدرش اعتمد عليه في شغل. فيا ريت ناس تركز على موضوع التخصص دوت، يعني هو بيتقن حاجه يكون نفسه فيها. انت راجل خريج مهندس معماري، فمش هتقدر تدخل في الحسابات الانشائيه ولا حاجه خالص. انت ممكن بس تعرف لو انت زنقت ان انت مثلا تحط عمود كاميرا، خلصت. ما تقولش لا ده انا هقعد اظبط حسابات واعمل حسابات ومش حاجات زي كده. كنت شغال مع مهندس كان ايه من مقدونيا، ف كان هو مش مهندس تكييف، فيلاقي السواق مثلا
500 في 500، هو عايز يخليه رفيع شوية، فيقعد يجمع ويطرح ويقسم. هي مش كده، ده ليها برامج داكتليتر وحاجات كتيرة، هو ما عرفش يحسب، فكان بيعملها كده بالوهم، يقول لك طيب احنا ممكن نشيل 100 من هنا ونحطها هنا، يا عم ما تشيلش 100 من هنا. يعني كان بيعك، هو قعد معانا فترة فتعلم العك، فكان بيعك في الشغل، يا ابني يا عم العك ارجع لأصلك، يعني بلاش تعك. فلو انت مهندس انشائي في حاجات كتيره جدا، لو انت خلصت مثلا الريفت الانشائي اتعلم تكله، قوي نفسك، اعرف ايه الجديد في الريفت، اتعلم اداره مشاريع، اتعلم برومافيرا، اتعلم نفس وركس، ما تدخلش في لعبه غير لعبتك، اتس نوت يور كيك. ما انت مهندس معماري خش في الاستدامه، خش، والاستدامه ممكن كل المهندسين يدخلوا فيها، خش يعني خش في الجرافيكس، خش في، بس مش كرتون جرافيك، اللي هو ان انت تعمل الرندر على الماكس او على البلندر. لو انت كهروميكانيكال ابدا شوف طور الحسابات، انما مهندس معماري هيجي في التكييف، ما اكيد هيفتي، احنا ما شاء الله احسن ناس تفتي، ما يعني لو حد قال ما اعرفش بتسحب منه الجنسية على طول، تمام. فلو انت عايز تعمل بورتفوليو، لما تشتغل في مشروع مع ناس كبيره وهم يعملوا لك الاجزاء التانيه، لما خلاص انت بتعمل شغل الكهروميكانيكال وتعمل زوم عليه، ان شاء الله نعمل فيديو ازاي اطلع شغل الكهروميكانيكال في شغل رندر عالي وكويس. الله المستعان، يعني ان شاء الله نعمل حاجه تعجب الناس ويقدروا يعملوا رندر حلو قريب من المعماري بس خاص الكهروميكانيكال، يعني نكون طفينا الحيطان شويه وصلنا شغل التكييف والصحه والحاجات دي. تكملة الرسالة، أنا إن شاء الله لما أوصل لمرحلة معينة إني أكمل في الاستدامة وإدارة المشاريع. كويس جدا، يعني أي حد عنده علو همة لازم يدخل في موضوع الاستدامة، لأن ده حاجة كويسة جدا. إحنا بنحاول نحافظ على المواد الخام لأن ده حق الأجيال اللي جاية مش حقنا إحنا. وإدارة المشاريع ممتازة جدا، أهم حاجة طبعا إن أنت تبقى تعرف إدارة، مش إن أنت تاخد شهادة البي إم بي والحاجات دي، لأ، إن أنت تعرف إزاي تدير المشروع، إزاي تستفاد من كل شخص معاك، تمام. السؤال التاني، أنا نازل مصر قريب إن شاء الله، كنت عايز أعزز أقوي شغل البيم بشهادات، هدخل إن شاء الله امتحانات، كنت عايز أعرف أركز على إيه، علما بإنها أعمل كارير شيفت البيم سبيشاليست. بص من الاخر، تقريبا بم شرحت كله في لسته ان شاء الله هحطه اسفل الفيديو دوت، رب بس ما تنساش. للاسف كورسات كلها غاليه بطريقه بشعه جدا بصراحه، يعني انا خدت بعض الكورسات، يعني بقيت بشحت، بقيت نفسي اقول لهم يا اخوانا خلاص هات الفلوس دي عشان انا مش لاقي اكل، ومش مهم البم ولا مش بم، هاكل العيال بم يعني. فالكورسات فعلا غالية بطريقة فظيعة للأسف. أتمنى يبقى في شهادات معقولة بأسعار حلوة، إن شاء الله نحاول نعمل حاجة زي كده في أرابيا تكون بأسعار معقولة ويكون الناس تستفاد منها وتكون شغالة. حاول إن أنت تاخد خبرة أكتر، يعني موضوع إن أنت تاخد خبرة وإن أنت تشتغل في مشاريع كتيرة، يعني ممكن يجيلك مشروع مش تستفاد منه خبرة وتاخد منه مبلغ كبير جدا، ومشروع تاني تاخد منه خبرة بس المبلغ غالي. لا، روح اللي هتاخد منه خبرة مبلغ غالي. عارف واحد صاحبك كان شغال في شركة بمرتب معقول، وبعد كده راح شركة تانية بمرتب أقل، وبعد كده راح شركة تالتة بمرتب أقل من الشركتين اللي قبل كده، لأنه حاسس إن هو بياخد خبرة، فالمرتب بيقل، ومرة واحدة بالخبرة اللي خدها المرتب بتاعه نط عالي جدا ما شاء الله ربنا يبارك فيه. فهي الفكرة كلها ما تبصش تحت رجليك دلوقتي، لا، لازم تاخد مرتب كويس معقول يكفي مصاريفك وزيادة، وتاخد خبرة. يعني انت التلات حاجات اللي انا بوزنهم في اي شركه بروحها، الراحه النفسيه، لازم تكون مستريح نفسيا، ما تكونش شغال في ضغط، ما تكونش شغال لا ده احنا جمعه وسبت وهنقعد سهر ساعتين، لازم يبقى في توازن وفي وقت كده تعمل اللي انت عايزه فيه. الحاجه التانيه الخبره، لو انت قاعد ما بتتعلمش تمام ملاش لازمه، لو انت قاعد هما ليهم حاجه معينه بيعملوها ومش عايز يغيرها وخلاص انت حفظتها، بقيت وانت نايم ممكن تعملها، توصل لمرحلة كده ان انت اي نفس الحاجة بتعملها بدون تفكير بدون حاجة خالص، ممكن بيطلب منك حاجات وما يقولكش بتعملها ليه، خد الارقام دي من هنا لهنا خلاص. الحاجة الثالثة المقابل المادي، يعني مش معقول هبقى شغال في حتة بستريح فيها
وفي خبره شويه وما فيش مقابل مادي. طب ما انا اروح النادي العب رياضه احسن. تمام، اتمنى يكون الموضوع وصل للناس، وشكرا لكم والف شكر.